واليوم نفتتح محطة اليسر لتحلية مياه البحر طاقة 80,000 متر مكعب يوم بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر. تم تنفيذ المحطة يا فندم على مرحلتين، كل مرحلة بطاقة 40,000 متر مكعب يوم، حيث تم استخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال تحلية المياه لإنتاج مياه الشرب طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وتتكون المحطة من الأعمال الكهروميكانيكية للمأخذ البحري، فلاتر التنقية الابتدائية للتخلص من الشوائب والمد العلقة، فلاتر التنقية الدقيقة لمياه البحر حتى 5 مايكرو، 2 مبنى. فتتكون المحطة من 2 مبنى تحلية مياه البحر، ويحتوي كل مبنى على 6 وحدة، طاقة الوحدة 7,000 متر مكعب يوم للوحدة الواحدة. وحدات توفير الطاقة فندم توفر 40% من الطاقة المستهلكة لإنتاج المتر المكعب من المياه. لوحات التشغيل والتحكم، غرفة المراقبة والتحكم بنظام الإسكادة، وحدات المعالجة النهائية للمياه المنتجة لتحقيق أعلى جودة للمياه، معمل مراقبة وضمان جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية، مبنى المحولات الكهربية، مبنى وحدات التوليد الكهربية الاحتياطية. أستاذ سيادتك فندم، من خلال فيديو كونفرنس لافتتاح محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة طاقة 80,000 متر مكعب يوم، مقدم أركان حرب مقاتل محمد محمود عبد الفتاح. أفندم تمام أفندم، مقدم أركان حرب مقاتل محمد محمود عبد الفتاح، إدارة المياه، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف على تنفيذ مشروع محطة اليسر لتحلية مياه البحر طاقة 80,000 متر مكعب على اليوم بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر. أستأذن في إزاحة الستار يا فندم. تفضل يا شكرا جزيلا.